وي السلام عليكم، كي داير اخوتي؟ لاباس عليكم. المهم هو الفيديو ديالنا في القناه، ان شاء الله يطلب ربي يعجبكم، على الاوضاع الجاليه المغربيه في اوروبا والعربيه خاصه. احبكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا متابعين ديالنا. واضح حنايا كي غادي نقول لكم دواء ما راهش تعجب، بكل وضوح ما بقاش تعجب. دواء شويه اقتصاد دعاه من الشوارع ديالها دابا توسخوا، ما بقاوش بحال نهار الاول. واش غادي نقول لكم خوتي؟ نطلب له ندوز سؤالك اللي بغى يسولنا على شي حاجه، مرحبا به. فاش غادي يشوف الفيديو ان شاء الله اي حاجه بغى يرد عليا. مهم باش نقول لكم، كل شيء زاد، الاقتصاد زاد. شوف الوسخ كيف ولا في الشوارع ديال باريس، شوف الناس راح تخرج شويه، ما قدرش تجلس في الدار. هذا الشيء اللي كاين. اليوم كاين الشمس، كاين الحرارة، اليوم كاين حرارة مفرطة. شوف الأوسخ، شوف 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 الزبل. هادي يقول هادي ماشي باري. وانا غادي في جولة دابا، غادي نمشي نتغدى شي حوايج، وغادي لكم هاد الفيديو باش تشوفوا معنا شويه الاوضاع ديالنا. نتمنى نسمع شي اخبار على تسويه الاوضاع ديال الحراك ان شاء الله. ربي يعطيو لهم جميع الاوراق ديالهم بفضل ربي. هادشي اللي كاين. نتمنى لكم تفرجوا في هذا الفيديو ان شاء الله، غادي نديروا فيديوهات كثار وتقولوا لنا اوكي.